مبروك للمملكة العربية السعودية رجوع الإنتاجية الكاملة لشركة رامكو اللي كان فقدت فيها المملكة العربية السعودية 50% من إنتاجها بعد ضربة شركة رامكو. ألف مبروك، الإنتاج الكامل للسعودية رجع مرة تانية. عندنا الأسبوع ده تراجع في الأسواق الأمريكية في معدل سوق العمل، وعندنا تراجع في مؤشر الـ ISM التصنيعي، تراجع ملحوظ لأدنى مستوى لي من 2009. يا ترى حركة الدولار الأمريكي هتكون عاملة إزاي، وحركة الذهب وحركة البترول؟ أهلا وسهلا بحضراتكم، أنا أسامة زرعي من أكاديمية بي برو تريدر، يلا بينا. هذا البرنامج برعاية نبدأ بأول حاجة معانا وهو إندكس الدولار الأمريكي. عندي تراجع في سوق العمل، كان من المتوقع أن يتم إضافة 145 ألف وظيفة في الأسواق الأمريكية، لكن تم إضافة 136 ألف وظيفة فقط، وده اللي خلانا نشوف هبوط للدولار الأمريكي. وكمان عندي مؤشر الـ ISM والتصنيعي واللي تراجع ملحوظ من سنة 2009. طيب تعال نشوف التحليل الفني بيقول لنا إيه. كنا جينا خلال فيديو أول الأسبوع اللي فات وكنا قلنا إن المنطقة اللي متحددة قدامنا على التشارت هي هتكون منطقة الهبوط للدولار الأمريكي، لكن كان تم اختراقها. وكنا جددنا التحليل بتاعنا وكنا نزلناه على قناتنا على التليجرام، واللي حضرتك فيكم مش مشترك على قناتنا على التليجرام هنسيب لينك قناة التليجرام في الديسكريبشن. وكنا قلنا ان من بعد اختراق المنطقة اللي احنا حددناها هيكون كده الدولار الأمريكي كون لي نموذج من نماذج الهارمونيك، كان هو نموذج الـ AB equal CD، واللي كان وصل لمنطقة الـ BRZ الخاصة بتاعته، وتم بالفعل الهبوط. طيب دلوقتي انا عندي حركة الدولار خلال تداولات الاسبوع ده هتكون عاملة ازاي. انا شايف ان احتمالية كبيرة ان الدولار هيبدأ في الهبوط ليصل الى النقطة اللي احنا قدامنا على التشارت، من بعد كده يرجع يعمل لي عملية الباك تيست، من بعد كده هنبدأ نشوف ضعف للدولار الامريكي. تعالى نروح نشوف الذهب. الذهب كنا خلال تداولات الاسبوع اللي فات وكنا بعنا الذهب والحمد لله كان ربنا وفقنا فيه، وكنا جبنا منه يعني حوالي 350 نقطة، وكنا اشترينا من نفس المنطقة بمعدل 400 نقطة. الحركة اللي أنا شايفها دلوقتي على الذهب، لو جينا هنا هنلاقي إن الذهب دلوقتي بيتداول في قناة سعرية كلاسيكية، وصل إلى الحد الأدنى للقناة السعرية الكلاسيكية واللي بيتوافق مع منطقة من مناطق العرض والطلب وهي منطقة ميديكيشن، وبشوف إن إن شاء الله هنبدأ نشوف هبوط للذهب من المنطقة. احتمالية كبيرة اننا نشوف اول مستهدف لينا هيكون ال 1496.22، وتاني مستهدف لينا هيكون ال 1478.67. تعالى نروح نشوف خام برنت. الحمد لله المملكة العربية السعودية رجعت للانتاج بتاعها، كنا قبل كده من بعد ضرب رامكو كانت المملكة خفضت الانتاج بتاعها بمعدل 50%، واللي كان المملكة بتنتج ما بين 11 مليون برميل يوميا، كانت من بعد ضرب رامكو رجعت ل 5.7 برميل يوميا. ولو كنا قلنا برضو في الفيديوهات السابقة ان المملكة العربية السعودية بتشارك في الانتاج اليومي بمعدل 10%، ومن بعد ضرب رامكو كان رجع 5%. الحمد لله المملكة العربية تعافت وهترجع للإنتاج الطبيعي تاني بتاعها، هترجع بمشاركة يومية بمعدل 10% بمعدل 11 مليون برميل. كنا جينا خلال تداولات الأسبوع اللي فات وكنا بعنا خام برنت وبعنا كمان البترول. طب تعالى دلوقتي نشوف الحركة بتاعت الأسعار عاملة ازاي. أنا شايف إن الأسعار دلوقتي هترجع علشان تعمل العملية من عمليات الباك تيست لل 59.16، ومنها إن شاء الله من الممكن إن احنا نشوف ال 57.55، لكن لو صعدت الأسعار وعملت لي إغلاق فوق 59.81 فاحتمالية إننا نشوف ال 60.86 واردة جدا. تعالى نروح نشوف البترول. البترول هنا برضو من عندي كنا قلنا في حالة اختراق القناة السعرية الكلاسيكية اللي كانت بتتداول فيها الأسعار فإننا كنا هنشوف الأهداف بتاعتنا، والحمد لله وصل لكل أهدافه. كانت أهدافنا 53.022 وكان عندنا آخر هدف لينا هو 51. طيب في حالة دلوقتي الأسعار هتكون عاملة إزاي في حالة الإغلاق التام، فإننا احتمال كبير نشوف 53.95، وكمان احتمال نشوف 54.81. مين اللي كان قبل كده حد طلب مننا الداو جونز؟ قلنا ان الداو جونز كنا الفترات اللي فاتت
كان بتتداول. كان عندي ثلاث نماذج من نماذج الهارمونيك، نموذج البات، وكمان عندي نموذج الكراب، وكان عندي نموذج الاي بي ايكوال سي دي، وكان بيتداول في قناه سعريه كلاسيكيه. قلنا في حاله اختراق القناه السعريه الكلاسيكيه هيتم بيع الداو جونز. بالفعل تم بيع الداو جونز بمعدل ما يقارب من 1100 نقطه 1200 نقطه. انا شايف دلوقتي ان الداو جونز احتمال الصعود لل 26552 واردة جدا، ومن بعد كده برضو احتمال الهبوط للداو جونز كبير جدا، وده اللي هيخلينا من هنا ان شاء الله نبدأ نشوف 26201 واحتمال ان احنا نشوف 26117 واردة جدا. في حالة ان اخترق الداو جونز المنطقة المتحددة قدامنا على التشارت، فاننا هنشوف ال 26949 وردة جدا. في حالة ان حضرتك محتاج تحليل اي زوج او اي سلعة من الممكن انك تحتسبه لنا في الكومنت واحنا هنرد عليك. هنسيب لحضرتك لينك قناتنا على التليجرام، وكمان عندنا جروب على الواتساب بننزل فيه توصيات مباشرة، هنسيب لحضرتك اللينك بتاعه. ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله يوم الجمعة القادم هيكون عندنا ندوة في القاهرة، هنسيب العنوان بتاعها، في عن موضوع ازاي تدمج العرض والطلب مع الهارمونيك. يا ريت حضراتكم تشرفونا. السلام عليكم.